هذا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم ذمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم. نرحب بضيوف الكرام ونرحب بزملائي من العراق العظيم، تحية طيبة لكم زملائنا الكرام، ونورتونا وأنستونا وشرفتونا في هذا الإيفنت. تحية ليك دكتور ليث، تحية ليك دكتور كاظم، تحية ليك دكتور علي، نورتوا. كلمة ليك دكتور ليث. حبيبي حياك الله وعاشت إيدك على جهودك، ما قصرت والله، يوفقك إن شاء الله وتكون ميزان حسناتك. ونرحب الدكتور علي الخزرج ابن البصرة ابن الفيحاء العزيز وحبيب وأخ زين، وقلت لك يعني من أكثر المحاضرين اللي يبتون بالإندو اللي أنا أحب أستمع لهم، ومحاضرته يعني حرفياً تدري شنو يعني اللي يفوتها خسران. أنا هسه قبل ما أدخل اللايف مشارك قلت أنا يعني نصيحة إنه هاي المحاضرة لا حد يفوتها، يختلف عن بقية كل المحاضرين يعني مع كل الاعتزاز لهم. فخر دكتور علي طبعاً لازم. أنا أفتخر، أنا عربي وافتخر مرة لخاني عراقي، وافتخر بكوكبة المحاضرين العراقيين المبدعين، وافتخر أنا صديقك دكتور نبراس، عاشت إيدك على هذا المؤتمر الراقي، المعلومات القيمة اللي تتقدم للمشاهدين. طبعا نجاح هذا المؤتمر يعني بشهادة الكل، بشهادة المحاضرين، بشهادة الحضور، وإن شاء الله كل سنة. وأتمنى التوفيق لك دكتور نبراس حبيبي، وأتمنى التوفيق الدكتور علي. طبعا ارحب بالدكتور علي، هو من العراق، اخوي الكبير ابن البصره العزيزه علينا، ان شاء الله كل التوفيق وهذا الدعم العلمي للكل موفقين به ان شاء الله. الله يسلمك الكلمه ليك دكتور علي. الله يسلمك. ارحب باخوي الدكتور علي. اول 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 شغله، انا طبعا جدا 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 ممتن على هذا الكلام الحلو من دكتور نبراز، دكتور ليد، دكتور كاظم، ربي يحفظكم ويخليكم ويوفقكم ان شاء الله اكثر واكثر. وجدا ممتن الدكتور نبراز على هاي الدعوه الحلوه وعلى هذا المؤتمر العملاق. طبعا الرجل جاي يتعب بشكل فظيع، يعني البارحة نهار كامل هو تعبان، واليوم كذلك، وبعد فتستحق كل الاحترام والتقدير. اليوم احنا من نجي نحكي على المعلومة، أخذ المعلومة، إعطاء المعلومة، توفر المعلومة، الموضوع صار سهل بهاي الجهود الجبارة. قبل أنت تعرف كان الموضوع صعب جدا، مو بهالسهولة هاي أن تفتح الفيسبوك وتلقى هذا الكم معلومات من مختلف الأطباء، من مختلف المناطق، من مختلف اللغات. فجدا عاشت إيدك. طبعا دكتور ليث ودكتور كاظم، يعني إحنا أكثر من إخوان وأصدقاء، وممنون جدا جدا على كل الكلام الطيب اللي ذكروه، وأحبكم في الله على قولتهم. حبيبي حبيبي أنسحب. أتمناكم دكتور كاظم، يمكن الصوت كل حبيبنا دكتور كاظم الصوت ضعف عندك شوية. طبعا نحب ان نقول حاجه صغيره تكمله لكلام الشباب، من الـ من الـ من الـ الحاجات اللي دكتور كاظم يبدو ان الانترنت عندك ضعيف شويه. نحب نقول حاجه صغيره تكمله لكلام الشباب، من الحاجات اللي نجحت المؤتمر فعليا وجود الطبيب العراقي، والله اضاف لنا الكثير والكثير ويعلم الله. فشكرا لكم ولكل اهل العراق،
وناس العراق اللي كانت معانا طول هالحدث، جزاكم الله كل خير، ويا رب يا رب نرجعوا لكم ولو حاجة صغيرة من هذا الدعم ومن هذه البركة اللي قدمتوها للناس. واجبنا والله، واجبنا لك فن براس، واجبنا وشرفنا حبيبي. الله يسلمك، ليك المساحة حبيبي، تقدر تبدأ، توكل على الله. يا الله يلا. طيب أول شيء السلام عليكم، اليوم راح يكون محاضرتنا عن الأوبتريشن. الموضوع راح يكون شوية يختلف، مو نفس الأوبتريشن اللي احنا متعودين أو اللي يعني نستعمله بالديلي وورك مالتنا. طبعا إلي الشرف وسعيد جدا بانضمامي مع هذه الكوكبة من الأطباء المميزين على مستوى الميدل إيست، وأكرر شكري وتقدير الدكتور نبراس على كل الجهود المبذولة. قبل سنة يمكن أو أكثر من سنة كان أكو عندي محاضرة مع صديقي وأخوي دكتور إبراهيم النجار من مصر. هاي المحاضرة كانت تتكلم عن البايو أوبتريشن أو الأوبتريشن باستخدام البايو كومباتبل ماتيريال، البايو سيراميك ماتيريال، كالسيوم سيليكيت. في وقتها كان أكثر الأطباء يسأل ويتردد على موضوع واحد اللي هو وين الفولو أب. أنت اليوم اشتغلت كيس، أريد فولو أب، أريد هيلينج، نبحث عن نجاح الحالة. فهاي المحاضرة هي مخصصة لشرح مختصر عن البايو أوبتريشن والكيسز والريكول. طبعا أنا دكتور علي الخزرجي من محافظة البصرة، بكالوريوس طب وجراحة فم وأسنان، أنتمي إلى هاي العائلة الجميلة، عائلة جراندز دنتال ألاينس، مع هاي الكوكبة من أطباء الأسنان المميزين على مستوى العراق من جنوب ووسط وشمال العراق. صديقي وأخوي دكتور كرار صلاح، نثنات نعمل بعيادة الضيف في جنوب العراق في محافظة البصرة. قبل فترة دكتور آلين آلي ناصح نشر ريل أو فيديو ذكر بي على أنه أول كيس استخدم بي البايو سيراميك أو الكالسيوم سيليكيت كان قبل 15 سنة. أذكر في بداية انتشار الكالسيوم سيليكيت أو البايو سيراميك ماتيريال كان شك وظنون أغلب الأطباء على أنه هاي الماتيريال هي ما بيها فلأب، ما تحتاج إلى مزيد من الوقت. اليوم صار عندنا 15 سنة 15 years follow-up، فبالتالي احنا اليوم نقرر نستعمل هذه الماتيريال راح نكون عندنا الثقة الكافية بالنتائج الممكن نحصلها. واحنا لا ريد نجي نتكلم عن الواقع، فهي هل انا من اجي استخدم البايو سيراميك، هل انا اجي اسويها في كل الكيسز؟ في بعض البلدان العربية حاليا صار بسبب فرق العملات والتضخم المالي الموجود حاليا، فاستخدام البايو سيراميك كسيلر او كأوب هو يعتبر للأمانة هو ليس سيلر بقدر ما هو فيلنج ماتيريال. البايو سيراميك هو فيلنج ماتيريال، سو هل استخدامه كفيلنج ماتيريال متع؟ في بعض البلدان اللي العملة مالتهم تسمح لهم كأطباء أسنان ممكن، في بعض البلدان اللي ما ممكن، فهو ممكن نعتبره ستيب بيفور بوتشرينج، لأنه في بعض الأماكن يكون هذا الموضوع مكلف جدا، فممكن نستخدمه في حالات خاصة، وهاليوم راح تكون محاضرتي مكرسة لهذه الحالات. طيب نأخذ فد مقارنة بسيطة وسريعة. إلى حد الآن نستخدم الجوتابيرك. طيب من الأفضل إنه أنا استخدم الجوتابيرك كأوبتريشن ماتيريال أو الـ MTA أو البايو سيراميك، من الأفضل؟ خلينا نشوف مقارنة بسيطة. طبعا الأغلب الكلام وأغلب الحديث عن الـ MTA هو difficult to remove، صح جدا، بس أكو مشكلة إحنا ننساها. أنا وين أستخدمها أصلاً الـ MTA حتى أقول إنها difficult to remove؟ أنا ما رح أجي أستعملها ولا من المنطق إنه أنا أستعمل هيك material expensive in all cases. رح نستخدم هذا material بال internal and external options, C-shaped canal, perforations, immature roots، وكذلك التوث اللي تحتاج الى سيرجيكال تريتمنت فيوتشر بالمستقبل. انا اليوم نجي عندي كيس ويحتاج الى سيرجيكال تريتمنت بعد فتره، فنخضع التوث الى بايو اوبتريشن، وكذلك بالكومبلكسيتيز الكومبلكس اندودونتك تريتمنت، وراح يكون عندنا كيسات نوضح بها شنو الكومبلكس اندودونتك تريتمنت. طبعا الايزي تو ريموف، احنا شو قلنا الام تي اي او البايو اوبتريشن ماتيريال هي ديفيكولت تو ريموف. الايزي تو ريموف معناها انه ما اكو بوندينج بتوين ذا بايو ماتيريال اند ذا روت كانال وول،
وبالتالي هاي مشكلة. So the bacteria can pass. يعني شنو the bacteria can pass؟ معناها يكون عندنا recurrence. معناها احنا ممكن يكون عندنا فشل في المعالجة بعد فترة. تمام؟ طيب. So الاندودونتك تريتمنت كذلك احنا لما نجي نتكلم اليوم عن الجاتابيركا والسيستم بي الاوبتوريشن 3 دي اوبتوريشن اثناء الريتريتمنت اثناء ازاله ووضع الاوبتوريشن الجديده اللي هي الجاتابيركا باستخدام الورم كارير باستخدام السيستم بي هذا بحث هاي بيبر اندودونتك تريتمنت مايت انديوس كراكس ديورينج ريموفال اوف بري اكزيستينج جاتابيركا اند سيلرز ممكن اثناء الازاله واثناء الادخال يسبب لي هذا الشيء كراكس والكراكس هي عباره عن الخطوه الاولى في طريق الفيرتيكال روت فراكتشر. طيب اليوم نريد نسوي فد مقارنه بسيطه جدا على موضوع المقارنه بين الام تي اي والجاتابيركا. طيب اول شيء نحب نذكره انه الام تي اي هي بايو كومباتبل ماتيريال اما الجاتابيركا هي عباره عن انرت ماده خامله الماده الخامله يعني هي لا تنفع ولا تضر بينما البايو كومباتبل ماتيريال هي تسعى مع الايمونيتي سيستم للهيلينج كذلك الام تي اي يكون بي نوعا ما اكسبانشن الجاتابيركا شرينكج خاصه الهيتد جاتابيركا الام تي اي تعطيني الكلاين ميديا بالتالي هي بكتيريا سايدل بكتيريا ستاتيك بينما الجاتابيركا سسبتبل تو بكتيريا انجريس الام تي اي انكريز فراكتشر ريزيستنس بينما الجاتابيركا هي فولنربل تو روت فراكتشر الام تي اي سوبيريور بوند يعني هي راح تعطيني بوند بينها وبين الدنتين وبينما الجاتابيركا ذير از نو بوند الام تي اي ديفيكلت تو ريموف الجاتابيركا easy to remove الام تي اي تحتاج الى معدات بسيطه جدا مثل الكارير البلاجر وهي الام تي اي نفسها وذات او الماستر ابيكال فايل نفسه بينما الجاتابيركا فهو يحتاج الى معدات واجهزه كثيره. طيب البايو اوبتوريشن تكنيكس شنو انواع البايو اوبتوريشن تكنيكس ممكن انه احنا نجي نستعمل البايو اوبتوريشن سيلر البايو سيراميك سيلر مع الجاتابيركا ممكن يستعمل وحده خلنا نجي بالموضوع step by step. أول قضية من استخدام الجاتابيركا مع البايو سيراميك سيلر. هذا التكنيك طبعاً هو يستخدم من أغلب الأطباء اللي هو single cone with bio ceramic. هذا التكنيك جيد جداً بالكيسز اللي هي بالبايتس أو نيكروتيك بالحالات البسيطة والسيمبل مو متقدمة. يعني ما نجي نطبق single cone with bio ceramic سيلر ويا الهيوج ليجن. ليش؟ لسبب واحد جداً بسيط. لان احنا نحتاج ان تكون البايو اوبتوريشن ماتيريال ان تاتش وذ روت كانال وولز حتى تعطيني كامل قواها وكامل الافكتس اللي بها وجود جاتابيركا راح يدفع السيلر عن التماس مع الروت كانال وولز في بعض المناطق وبالتالي هذا الشيء راح يقلل الافكت اللي انا احتاجه اللي هو افكت البايو اوبتوريشن ماتيريال خلينا نشوف مع بعض هذا الكيس كان عام 2020 طبعا هذا عام 2020 كانت موجوده اغلب البايو اوبتوريشن ماتيريالز سيلرز كانت متوفره فاستخدمت البايو سيراميك سيلر مع السنجل كون وهذا عام 2021 سنه واحده فقط تشوفون الفولو اب والهيلينج والبون ريجينريشن كامل وراجع على اصول طيب خلينا نشوف كذلك هذا الكيس كذلك الابر 6 هنا احنا عندنا مثل ما تشوفون كمية الكنلز المتروكة كمية السبيسز الموجودة والليجن الموجود خلينا نشوف بعد استخدام البايو سيراميك والسنجل كون فقط هذا الهيدروليك كوندنسيشن تكنيك اللي هو وبكل بساطة عندما نجي نخلي الجاتابيركا الجاتابيركا تدفع البايو سيراميك through the spaces وتشوفون هذه المناظر الجميلة واللاترال كنلز والأكسسوري كنلز طيب هذا التكنيك ذكرنا مش مشكلته هسه نتكلم عن البيور بايو سيراميك او بيور كالسيوم سيليكيت اوبتوريشن طيب راح نتكلم شوي راح يكون عندنا في الماده جافه اللي هو بعض البيبرز حتى قبل لا ندخل على الكيسز
أول كلام الكالسيوم سيليكيت راح ينطيني أنتي إنفلاماتري إفكت، فبالتالي البيشنتس اللي نستخدم معاهم بيور كالسيوم سيليكيت سيلر أو فيلنج ماتيريال ما راح يحسوا بين شديد بعد المعالج، لأنه هو أوردي أنتي إنفلاماتري ماتيريال. طيب هنا أنا راح نتكلم كذلك على موضوع جدا مهم، أنه الـ MTA والبيوسيراميك راح يعملون elimination للإفكت of pathogenic biofilms that cannot be touched by files and irrigation needles. يعني هذه المتاهة يكون عليها تأثير سحري بحيث أنه كل البيوفيلم بكتيريا بيوفيلم اللي ما ممكن أنه تكون in touch with files أو needles راح يصير به elimination by the chemical effect of MTA and biosceramics. طيب يعني الـ MTA هو مو فقط راح ينطيني كلوجر للمين كانال، بينما هو راح ينطيني كذلك نيو سمنتم ديبوزيشن باي فورامينا باي اوف اكسسوري كانالز سيلد باي نيو سمنتم. يعني اللي ريدي نقوله انه المين كانال راح تغلق تماما بالـ MTA وبفضل وجود هذه الماتيريال او كذلك كالسيوم سيليكيت راح يعطينا كيميكال افكت راح يؤدي الى سمنتم ديبوزيشن بالاكسسوري كانلز، فحتى الكانلز اللي الام تي اي او البايسونيك ما تكون داخله فيها راح تغلق بالسمنتم، فراح يصير عندي بكتيريال انتوبمنت، يعني البكتيريا سوف تخنق وتموت. طيب نيجي نتكلم عن الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست ما راح يصير بها جرو اور proliferation over amalgam or over IRM اللي هي اغلب السيلرز والانتراكنال ميديكامنت، راح يصير بيها growth وproliferation over MTA بسرعة. هذا الشيء هو اللي احنا نقول عليه انه هي biocompatible، يعني هي قاعد تساهم وتساعد في الهيلينج والإميونيتي سيستم. هنا الكلام شوية راح يكون جميل على انه السمنتم فورم اون اكسترودد ام تي اي، يعني من نيجي احنا نستقبل كيس فيه بيرفوريشن اور اوبن ابيكس وندفع نتقصد ندفع الام تي اي بيوند ذا مارجنز اوف ذا دنتين، اوكي اللي راح يصير عندنا انه راح يتكون عندي نيو سمنتم اراوند ذا بايو اوبتريشن ماتيريال، يعني ان كونتاكت وذ تيشو ام تي اي ستيمولييت اميونيتي سيستم cells to release lymphokines that induce cementum repair and regeneration and activate bone markers required for biomineralization and healing of periapical bone defects. هل هذا كلام papers؟ هل هذا كلام غير مطبق؟ هل هذا الكلام غير واقعي وكذب وفقط موجود بالأبحاث؟ لا، موجود على أرض الواقع. خلينا نشوف سوى هذا الكيس. هذا الكيس جاني البيشنت قبل سنين open apex وهذا السي بي سي تي تبعه، مثل ما نشوف كميه حجم الليجن الموجود هنا عندنا، اذا نرجع نشوف حجم الليجن الموجود. طيب وكذلك هاي هنا جيت قسنا ال diameter of the apex 1.6 ملم open apex immature root. طيب خلينا نشوف الكيس بالاكس رايز. هذا الكيس مقدما هكذا كان، وبعدها اخذنا الدايمتر مالته بالبلجر وكملنا ودفعنا الـ MTA beyond the apex. اذا نذكر حجم الليجن الموجود هنا ونشوف الهيلينج عام 2020، نرجع على الكيس، يهمني جدا انه نذكر التواريخ. عام 2019 استقبلت البيشنت، عام 2020 الهيلينج ممتاز والـ MTA still extruded beyond the apex. خلينا نشوف عام 2023 شنو صار. انتبهوا على السمنتم اللي موجود beyond the MTA، اكو سمنتم تكون بالجديد داير ما يدور ال MTA فوق ال MTA beyond the MTA. هذا هو الماجيكال افكت اوف بايو اوبتريشن ماتيريال. طيب ال MTA تحتاج الى سمير لاير حتى تحصل بوند جيد مع الدنتين، يعني احنا ما راح نحتاج ان نستخدم الاي دي تي اي بهالكم الكثير، او اصلا ما نحتاج نستعمله اذا نريد نستخدم الام تي اي او الكالسيوم سيليكيت سيمنتس
بروس. تمام. طيب more antimicrobial activity and fungal activity بالdentinal tubules وكذلك more bonding ability إذا بقت smear layer موجودة. ونشوف معا هنا MTA without smear layer نشوف الجاب الموجود، راح نشوف الجاب الموجود بين الدنتين وبين الـ MTA في حالة إنه ماكو smear layer، لكن في حالة وجود smear layer نشوف الـ bonding ability والadhesion الموجود بين الـ MTA والدنتين. تمام. ونشوف 8 years obturation وكأنما الـ MTA والدنتين قطعة واحدة وكأنما ماكو gaps أو فاصل بينهم. طيب هسه أريد نعرف شلون ممكن أنا أجي أسوي obturation by these materials. موضوع جدا سهل. أنا اليوم وصلت مثلا بالshaping إلى file 30.4% أو 25.4%، فأجي أستخدم نفس هذا الفايل الماستر أبيكال فايل، أو أستخدم الفايل الأصغر منه بقياس أخلي الماتيريال بالأورفيس أوف ذا كانال وأدفعها للماتيريال، بشرط أن تكون حركة الفايل مالتي أنتي كلوكوايز نوت كلوكوايز وإنما أنتي كلوكوايز. طيب خلينا نشوف كيسز، هل هذا الكلام مطبق فقط في الانتيريور تيت لأن هي سهلة وكانال وحدة؟ لا، posterior teeth can be done easily. خلينا نشوف هذا الكيس. حاليا عندنا هذا الكيس اللي هو lower 6 عام 2020 وتشوفون الليجن تحت الروس. خلينا نشوف الفولو اب بعد سنه. الروت كانال سيستمز توتالي فيلد وذ كالسيوم سيليكيت سيمنتس، فبالتالي نشوف الهيلينج بعد سنه واحده. هيش كيسز ممكن هكذا حالات ممكن تاخذ سنتين او ثلاث بالهيلينج. تمام عيني. طيب شنو الفرق بين الـ MTA وشنو الفرق بين الكالسيوم سيليكيت سيمنتس؟ شنو الفرق بين الـ MTA والكالسيوم سيليكيت سيمنتس؟ الـ MTA المشكلة مالته انه difficult to manipulate، difficult انه انا صعب انه انا احمله وانقله واخليه ببطن الكنال، صعب انه انا اتعامل وياه كماتيريال، ممكن انه يصير بيسيد، ممكن انه احتاج الى انه اضيف لبعض الليكويدز وهو ببطن الكنال عم تسهل المانيبيوليشن، بينما الكالسيوم سيليكيت ايزي تو مانيبيوليت وكذلك السيتنج تايم مالته اسرع، فبالتالي راح يسهل لي ويبعد لي مشكله الووش اوت اللي تصير بالان تي اي. طيب كيف ممكن انه انا استخدم البايو سيراميك؟ هل استخدمه فقط هو كسيلر انسايد ذا كانال؟ لا، اللي يصير انه استخدم السيلر مع البوتي. كلنا نعرف انه البايو سيراميك يكون على هيئتين، بايو سيراميك سيلر وبايو سيراميك بوتي، فاستخدم البايو سيراميك سيلر واستخدم البايو سيراميك بوتي كذلك. طيب في تكنيك طورته قبل سنه وكسر اللي هو مشابه بالسنو بلو تكنيك، سميته موديفايد سنو بلو تكنيك، اللي احنا نستخدم البايو سيراميك سيلا والبوتي معا. شنو فائده استخدام البوتي؟ حتى افعل الهيدروليك كوندنسيشن تكنيك اوف بايو سيراميك سيلا، بس مو باستخدام الجتابيركا، باستخدام البايو سيراميك نفسه لكن بالكونسستنسي ثيك اللي هو البوتي، حتى لا تدخون وحتى لا تتعبون. خلينا ناخذ ديمونستريشن بسيط. اليوم عندي هاي الكنال، اجي احقن البايو سيراميك سيلر في الكنال واجي اخلي الفايل مالتي على الانتي كلوكوايز، اقلل التورك وادخل بالكنال، انشر البايو سيراميك سيلر وكانما اني ارسم واسوي وول بينتينج بالبايو سيراميك سيلر، اجي بعدها اضيف البايو سيراميك بوتي، أدفع داخل الكنال، من أجي أدفع داخل الكنال أدفع باستخدام بلاجر أو بيبر بوينت، يفضل بيبر بوينت طبعا، وكذلك أرجع بنفس الفايل مالتي أنتي فلوك وايز أب أند داون إلى حد ما تملأ عندي القناة للأخير. وبكل بساطة it can be done in wide and narrow canals. In immature teeth backfilling of remaining part of root canal wall with gutta-percha results in weak root. طيب خلينا نتكلم شوي عن هذا الموضوع.
اغلب الاطباء والسنين طوال بعد ما يستقبلون كيس اوبن ابيكس كانوا يعملون الابيكال بارت اوف ذا روت كان يملا بالبايوسيرام بالام تي اي او البايوسيراميك وباقي الروت كان يملا بالجتابيركا. يعني اكثر مكان ضعيف بال توث ستراكشر هو السيرفايكال ثيرد او عنق التوث اللي هو منطقه الربط بين الكراون والروت. هذا المكان عندما يملا بربر ماتيريال وهو روت اوريدي اماتشور راح يصير عندي مستقبلا ممكن فراكشر هوريزونتال او فيرتيكال بسبب الويكنس اللي صار او الذي تسببنا فيها هذا المكان. فيفضل انه ارفع هاي الماتيريال او اي يفضل انه انا اعمل الاوبتريشن مالتي تل ذا كورونال ثيرد with biosceramic. واذا اريد اعوض هذا المكان ممكن انه انا اعوضه برزن وليس ب جتابيركا. It's better because it can be bonded to dentin. Any material like biosceramic, MTA أو resin can bond to dentin. يفضل أن نستعملها أفضل ما نعمل الحشو الباقي بالجتابيركا. طيب كيف من الممكن إنه أنا أجي أستعمل الرزن فوق مباشرة على الكالسيوم سيليكيت أو MTA مباشرة مع انه انا عندي مشكله اللي هي الواش اوت؟ كيف اقدر انه انا اجي اخلي الاسيد اتش او البوند او اعمل واشنج على الام تي اي او الكالسيوم سيليكيت؟ ممكن انه هاي الماتيريال كلها تروح يصير لها واش اوت. في تكنيك اخر عملته اللي هو البايو بروليه تكنيك. شنو هذا البايو بروليه تكنيك؟ استخدم هيت سورس لايك سيستم ديبن تو كريسب ذا سوبرفيشال لاير اوف بايو اوبتريشن ماتيريال. بدي اعمل superficial layer of bio-ceramic material انه انا اعملها crispy just مو set وانما اريد فقط انه يعني اعمل لها stabilization like this touch small touch over the superficial layer of calcium silicate cement or MTA small touch that's it. حاليا المادة أصبحت عندي stable so I can go with coronal restoration immediately in the same visit. وهذا الشيء كان سابقا صعب لأن كنا نخاف من الwash out. خلينا نشوف تطبيق عملي حاليا. هاي قدامكم الحالة. مباشرة acid etching bonding. طيب مثل ما تشوفون انه اني مستوى الكالسيوم سيليكيت هو بيوند اقل من الكورونا سيرفيس. هذا الفراغ يملأ بالشورت فايبرز وكذلك بعدها الفايبرز فايبر انفورس كومبوزيت تو انهانس ذا سترينث اوف ذا توث ستراكشر. طيب خلينا نشوف هاي كذلك من الكيسز ديفيكولت كانت عندي وكان عندي تشالنج انه هذا الكيس كان مانجد وذ كالسيوم سيليكيت اند اتس مانج سكسسفولي وذ كالسيوم سيليكا وذاو جتابيرك. جدا كانت الكيس ديفيكولت كشيبينج بس كانت سهلة جدا بالأوبتوريشن لأن أنا مجرد أحتاج أستعمل الروت كانل شيبينج ماستر فايل نفسه بالأوبتوريشن. خلونا نشوف حاليا بعض الكيسز. هذا الكيس هو أوبن أبيكس. راح اشرح الخطوات تباعا مع الفيديو وراح اقدم المناطق اللي ما نحتاجها. مثل ما نشوف بعض الفص اللي موجود حاليا ببطن الروت كانال وول. هذا الوركينج لينث استخدمت بيه بلاجر وبعدها الريجيشن. طبعا من نجي نستخدم كالسيوم سيليكيت اوبتوريشن ما راح نحتاج الى اي دي تي اي فقط صوديوم هايبوكلورايت فقط. الريجيشن الريجيشن اكتيفيشن الريجيشن اكتيفيشن الريجيشن اكتيفيشن هاي بعد ما كملنا الريجيشن والدراينس مثل ما تشوفون الابيكس امامنا حاليا. هسه نيجي نحكم الكالسيوم سيليكيت سيلر. احتاج فقط بعض الدروبس بالميدل فيرد اوف ذا كانال
بعدها أجي إلى نايت آي فاير أنتي كلوك وايز حتى أملأ الكنل بالكالسيوم سيليكيت سيلر وول بينتينج. بعدها نستخدم الكالسيوم سيليكيت بوتي، هذا اللي هو الموديفايد سنو بلو تكنيك. نستخدم نفس الفايل أب آند داون أنتي كلوك وايز، انتبهوا على حركة إيدي أنتي كلوك وايز. كوندنسيشن ما يكون بميتال تول، يفضل أن يكون بالبيبر بوينت حتى لا أدفع الماتيريال بيوند ذا أبيكس ويسبب لي بأوفر أوبتشوريشن. أرجع مرتلخ إلى حد ما خلص وصلت إلى الكورونا الثيرد. هسه نعمل البايو باروليا تكنيك حتى حصل stabilization or crisp of the superficial layer of calcium silicates. خلاص حاليا أنا ready for coronal restoration. That's it. أجي مباشرة acid edge bonding fiber reinforced composite and composite and that's it. So it's finished a single visit. أنجزت عمل للpatient. كان ممكن يعمل كذا visits، خلص الفيزيت واحدة ما استغرقت من يمكن ساعة ونص أو ساعتين. ذكرنا في البداية عن استعمالات البايو اوبتوريشن ماتيريالز الكومبلكسيتيز. شنو معنى الكومبلكسيتيز؟ خلينا نشوف بعض الكيسز والفولو اب. لذلك قلنا هاي المحاضرة هي عن الريكول. هذا الكيس جاني، خلينا نشوف كيف كان وضع الكيس. طبعا حوله الي امبلانتولوجيست من البصرة، ولكن يتمسك البيشنت بالتوث. مثل ما تشوفون عندنا فراكتشر بالبليتال وول او البليتال كاسب اوف ذا كانال. راح احاول اقدم اختصارا للوقت، فقررت انه اخذ اكس راي. اتفقت ويا البيشنت هذا الكيس يراد للسيرجيكال كراون لينثنينج وشغل طويل، فشلنا الكومبوست بدايه. هذا المتبقي من التوث ستراكتشر بعد ازاله الكومبوزيت ماتيريال. فصار القرار انه نفتح فول ثيكنس فلاب ونعمل سيرجيكال كراون لينثنينج. ثواني صار اكو خلل، نرجع لمكاننا حتى ما نضيع وقت. سويت ازاله لقيت بيرك بسرعه، اخذنا اكس راي. هذا السيتويشن، نرجع للاكس راي. هذا السيتويشن مبدئيا اللي صار انه انا اخضعت التوث الى سيرجيكال كراون لينثنينج. فتحنا فول ثيكنس فلاب، استخدمنا ايد كاتنج بير وشلنا البون اراوند الستركتشر بقياسات معينة. أثناء ما الفلاب مفتوح لبسنا البيشنت رابر دام وسوينا أسيد إتش بوندينج أدهيزي سيستم كامل وبيلد أب للتوث ستركتشر. بعدها رفعنا رابر دام وسوينا سوتشرينج للفلاب. وهذا السيتويشن بعد الكراون لينثنج مثل ما تشوفون صار عندي فرول كافي اعتمد عليه بتعويض كراون او اني تايب اوف اندايركت ريستوريشن مستقبلا. هذا الوضع ايميديتلي مباشره بعد اسبوعين من المعالجه. اجانا البيشنت فسوينا له ريجيشن وشيبنج بسيط واكتيفيشن، وبعدها سوينا البيشنت هذا الكراون لينثنج طبعا بايو اوبتوريشن. الان الروض ضعيف، الروض ضعيف واغلب الموجود سمنتم وديب دنتين. سو وي نيد تو ماتيريال تو بوند تو دنتين. احتاج ماتيريال تعمل لي بوند مع الدنتين، مو فقط تو فيل ذا روت. انا ما احتاج مد حاليا، احتاج بايو كومباتبل ماتيريال. سو اكمل لكم الكيس. هذا البايو اوبتوريشن ماتيريال كالسيوم سيليكيت وكالسيوم سيليكيت بوتي وموديفايد سنو بلو تكنيك. بعدها طبعا كملنا البيشنت ولبسناه كراون. خليني اراويكم الكيس بعد اسبوعين من الكراون. طبعا مثل ما تشوفون هنا عندنا مشكله انه بسبب سيرجيكال كراون لينثنينج صار عندي هنا بلاك تراينجل، وهذا يصير الهيلينج وراح اراويكم الهيلينج. هذا immediately الكيس كان فيرتيكال بريب. مثل ما تشوفون التاريخ 25/12/2021، التاريخ مذكور بالاعلى. خلونا نشوف الفولو اب ريكول 5/2/2023. The black triangles filled with gum. And it's finished. الكيس إلى حد الآن
موجود inside patient mouth function أفضل من الإمبلانت. هذا هو يعتبر the best implant، أفضل من الإمبلانت إبقاء التوث inside patient mouth. طيب هذا الكيس مثير للجلبة، controversial issues. جاني patient للكلينيك عام 2022 شهر الواحد، كان هذا situation موجود. كي بيشنت كانت متمسكة جدا بالتوست ستراكشر، متمسكة جدا ببقاء التوست ستراكشر، فصار عندي ديسيجن انه ابلغ البيشنت انه انا راح اعمل اكستراكشن للتوث، وفي حال خرج التوث سليم راح نعمل شيء اسمه ريبلانتيشن، راح نخرج الفايل ونعمل اريجيشن واوبتشوريشن اوتسايد اوف ذا بيشنت ماوث، بعدها نعيد زراعته انسايد بيشنت ماوث ونعمل له فيرتيكال بريبريشن وكران، ورح نتابع الكيس معنا. دكتور بعد إذنك زملاء بس يطلبوا بإغلاق الموسيقى لأن ما يسمعوش فيك وانت تتكلم مع الموسيقى. صح غلقت تمام. يلا حبيبي. أوكي تمام. هذا التوث outside of patient mouth، وهذا الفايل اللي هو كان outside of patient mouth 7 ملم extracted by tweezer only. بعد ذلك عملنا فيلنج للروت كانال كلها باستخدام الكالسيوم سيركت. اول شيء طبعا غسلنا بالنورمال سلاين فقط نورمال سلاين، دو نوت نيد انيثينج ايلس، لانه احنا حاليا خارج البيشنت ماوث. كالسيوم سيليكيت سيلر، وفلد كانال وذ كالسيوم سيليكيت سيلر مثل ما نشوف هذا الوضع. بعدها غطينا الاوبتشوريشن ماتيريال، ما نقدر بنفس الفيزيت داري بلانتيشن نكمل حتى نقلل الستريس على البيشنت. من رجعنا التوث انا مجرد غيرت الانجل اوف انسيرشن حتى اخلي الدكتور القبلي اللي كان عامل الحاله كان عامل اوفر درولينج في سايد معين، فعملت هذا السايد وكانما انه هو كلاس 5، يعني انا فريت التوث غيرت الاتجاه مالته، يعني خليت الميزيو ديستال لابيو لينجو. فمثل ما تشوفون سبرينت بسيط. بعد شهر واحد اجى البيشنت، التوث كان ثابت نوعا ما، كملنا الفاينل ريستوريشن وسوينا فيرتيكال بريبريشن. طبعا بعدها مثل ما تشوفون التوث حاليا ستيبل ثابت بمكانه، وبعد فتره كلش قريبه بعدها سوينا فيرتيكال بريبريشن وخذنا امبريشن وجبنا الكراون مالتنا وشيكنا الفيتنس اوف ذا كراون وعملنا له سيمنتيشن. مثل ما نشوف بوندنج اند سيمنتيشن ايميديتلي. هذا الوضع كان بعد اسبوعين من الحاله، الوضع ممتاز جدا وثابت والامور جيده. خلونا نشوف الكيس. اذا نذكر هاي الحاله 3/1/2022 14/1/2023 بعد سنه، هذا التوث still active function inside patient mouth، وهذا الاكس راي والبيشنت يعيش حياة سعيدة بعيدا عن الامبلانت complications التي لا تعد ولا تحصى. طيب خلينا نشوف كيس من الكومبليكيشنز كذلك اللي هو الهيوج ليجن. هذا الكيس جاني لسبب معين راح اذكر به نصيحة لوجه الله. طبعا البيشنت اجى عند الابر لاترال ابوف ات اكو هيوج ليجن، مثل ما ننتبه هنا بالسي بي سي تي هيوج ليجن، فريد نعرف شنو سبب هذا الليجن. البيشنت ما اكو عنده كاريز، جود اورال هايجين، شنو سبب هذه الهيوج ليجن؟ راح نشوف معه. طبعا مثل ما تشوفون حجم الليجن الموجود ابوف ات. سبب الليجن هو وجود التالون كاسب اللور لاترال جاي يسبب unnecessary mastication or occlusion force بسبب وجود كسب. لذلك ننصح جميع زملائنا مدرسة الاستاتيك كومبوزيت ريستوريشن اوف بوستيرير تيث انه يقللوا من الاناتومي، قلل من المشكلة. طيب شلون عرفنا انه هاي المشكلة هي سببها الاناتومي؟ خلونا نشوف الكراك الموجود تحت. هذا الكراك موجود
تراك مستمر مستمر والتوث نون فايتال كالسيفيكيشن، وبعد ما فتحت مباشرة طلعت الفلويدس من الليجن. تمام. حاليا اتبع تكنيك دكتور يوشي انه انا اعمل بليدنج من الابيكال تيشو تو انيشيت هيلينج اي لارج ليجن. احنا نحتاج انه نعمل بليدنج فروم ابيكال تيشو تو انهانس هيلينج. سو سوينا البليدنج واتبعنا انه there's two portal of exits. اكو two portals of exits الابر لاترال، كذلك ليس فقط وجود تالون كاسب الغريب انه upper lateral and two portals of exit. خليني اكمل لكم الكيس. الارجيشن كمل عندنا وبعدها بايو اوبتشوريشن. حجم الليجن هذا يحتاج بايو اوبتشوريشن، ما معقول نجي نسوي اوبتشوريشن هذا الحجم الليجن وتقيت بيرك. خلاص MST بايو برولي ومباشرة بعدها نقدر نروح ويا الفاينل ريستوريشن فايبر انفورست كومبوست. مثل ما نشوف هذا البايو اوبتشوريشن وهذا الاكس راي بعد الزيارة. Total of the root of the root are filled with bio obturation material. خلينا نكمل الحالة. راح نشوف الفلو. انتبهوا على التاريخ 22/2023. انتبهوا على التاريخ الأولي للكيس اللي هو 11/3/2022 ونشوف 20/2/2023 أقل من سنة. شوف البون فورميشن مذهل around the structure. انا بصراحة كنت مصدوم، يعني انا كنت متوقع انه اشوف الليجن قلت او اشوف بعض البون فورميشن inside the lesion، لكن انصدمت بان الليجن تقريبا finished healed complete bone formation around the root. طيب نكمل complexity بعد اللي هي المايكرو ابيكال سيرجري. هذا طبعا كيس ريفيرد من زميل معين. اجينا فتحنا الفلاب طبعا الابر سنترال وذ لارج ليجن، طبعا جاي ننظف الليجن هنا فول ثيكنس الفلاب، نشيل الجرانيوليشن تيشو، نعمل بابلنج للبون حتى نشوف اثناء المايكرو ابيكال سيرجري، موقف البليدنج باستخدام عدة أدوات من عدها الأنستيزيا أو مثلاً البلو، وبعدها نبلش برفع الأوبتوريشن القديمة اللي هي الجتبيرك. نحتاج كذا ملين 3-4-5 ملين as much as conservative، مو معناها أني أدمر الروت وإنما as much as conservative. نحقن البايوسيراميك سيلر نفس التكنيك مجرد أنه يكون روتروغريد من الداخل اللي هو بايوسيراميك سيلر باي سيراميك بوتي. نعمل بايو برولي حتى خلاص انا سكر، انا اعمل ستابلايزيشن للبايو سيراميك بوتي، سوتشرينج فينيتو ذاتس فينيشت. خلينا نشوف الكيس كهيلينج خلال سنه او اقل من سنه. هذا الكيس مقدما كان كذلك، اكو امالغام بيس اوف امالغام از ريتروغريد فولينج، وهذا بعد المايكرو اوبتيكال سيرجري مثل ما شفنا حجم الليجن والاوبتشويشن ماتيريال، وهذا بعد اقل من سنه كومبليت هيلينج. كومبليت هيلينج هذا هو الماجيك اوف كالسيوم سيليكيت سيمنتس. طيب في بعض الاحيان احنا نخطا ويجب ان نتعلم من اخطائنا. قبل سنين من هسه جتني بيشنت عزيزة جدا للكلينيك، وكانت البيشنت تشكو من مشكلة انه اكو ليجن كبير. الدينتست اللي حولها عليه اتصل بيه وبلغني انه اكو 3 separated instruments beyond the curve of lower 7. انا انصعقت بصراحة. و above it اكو fiber post. What? Above the separated instrument fiber post. ليش الصعب الأمور هنقد؟ فهنا
يجوز لو حاليا استقبل هذا الكيس كنت راح اغير طريقه العلاج، لكن في وقتها كنت مهووس بالسيبريتد انستومات موفر، لذلك حاليا انصح الزملاء جدا انه مو فقط ينهوسون بالسيبريتد انستومات، انه يفكرون ما بعد السيبريتد انستومات موفر كم راح يبقى عندي دنتين سليم انسايد ذا توث ستراكشر. 2020 شهر الثامن بعد ما شلنا الانستومات والفايبر بوست دمرنا الروت. نعم دمرت الروت عشان ارفع السيبريتد انسترومنتس والفايبر بوست، دمرت الروت انهيته. خلينا نشوف صوره. 1 2 3 3 سيبريتد انسترومنت انسايد ذا ميزيو باكل روت. سو رفعنا الفايلز نظفنا وقررت هنا انه ابلغ البيشنت وهو تحت يدي يعني اثناء العمل انه الوضع كذا وكذا وروت مالتك ضعيف جدا، هل نقلع لو نعمل بايو اوبتشوريشن تكنيك وذاوت جارنتي مجرد حتى نضمن انه سنك يبقى فمك. فوافقني البيشنت انه ما يروح مباشره للاكستراكشن، انه يخضع للبايو اوبتشوريشن. هذا الكيس عام 2021 بعد سنه، إذا نذكر التاريخ كان عام 2020. حجم الليجن الموجود مرعب أمانة. البيشنت جتني للكلينيك عندها نمنس خدار بسبب ضغط هذا الليجن على النيرف. سو ما نشوف عام 2021 عام 2023 still inside patient mouth. من عام 2020 2023 ثلاث سنين التوث فانكشن انسايد بيشنت ماوث. ماذا لو وضعنا امبلانت؟ ما الضمان؟ وليش اقصر هذا العمر؟ وليش اروح مباشره للامبلانت؟ انا حاليا عوضت بون بسبب الاميونتي سيستم والبايو كومباتيبلتي اوف بايو سيراميك ماتيريال، بينما لو انا زارع كنت راح احتاج كميه مهوله من البون جرافت حتى اعوض احتمال الموضوع يفشل. سو اتس بيتر ذان امبلانت. بالأخير أحب أقول death is the enemy, the first enemy and the last, even this enemy always wins and we still need to fight him. شكرا جزيلا وأتمنى ما أكون تعبتكم، أتمنى ما أكون أزعجتكم، إن شاء الله تكون محاضرة مفيدة. وشكرا للدكتور مبراس على هاي الفرصة الأكثر من رائعة، وأي أحد عنده استفسار أو أي شيء أنا موجود. دكتور نبراس إليك المايك بعد، بس يمكن صوت دكتور نبراس غالي. كل الشكر ليك يا صديقي على أنا أشكرك على المحاضرة. وللعلم أنا أول مرة نكتب في تعليق تسلم الأيادي على الشغل، والله والله للأمانة شغل رهيب، والمحاضرة من الليفل الاحترافي بصراحة. فنسأل الله أن يبارك لك وتحية لهالأنامل اللي تصنع فيها كذا عمل دكتور. والله العظيم كلام كبير أن الطبيب العربي يعطي في حالات بهالطريقة، والله للأمانة تسلم 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 إيدك. أنت صح خالق أعداء بكثرة من على الجراحين وأخصائيين الإمبلانت، لكن مش مشكلة. أو أنا أشتغل إمبلانت دكتور نبراس، أنا أشتغل إمبلانت، فأنا أعرف. معنى أنت تعادي في نفسك يا دكتور. لا انا اعرف مشاكل الامبلانت، لذلك من اجي اتكلم مع البيشنت اقول له حاول قدر الامكان تحافظ على الستركتشر، لان الامبلانت فيها كميه كومبليكيشن. في كتب كامله تتكلم عن الامبلانت كومبليكيشنز، يعني ما معقوله اتخلى عن التوث والجا للامبلانت. فعلا والله فعلا للامانه بسم الله ما شاء الله، نسال الله انه يبارك لك. شغل جدا رهيب وبصمه للطبيب العراقي جدا جميله دكتور. نحب دكاترتنا لو في اي زميل مع اي سؤال للدكتور فيما يتعلق بالبايو اوبتوريشن الدكتور موجود باذن الله. ملاحظه صغيره دكاتره، الناس اللي تشاهد فينا في البث بالالاف ماشي، رابط التسجيل لتسجيل وجودك فعليا في المحاضرات، لان بتاخذ سيرتيفيكيت تكون حاضر 80% من المحاضرات، رابط التسجيل يصير عليه ضغط خلال فتحته اثناء المحاضره او بعد المحاضره مباشره، فبعض الناس ما تقدرش تسجل في رابط التسجيل. فخذينا فكره بسيطه ان احنا حنفتحوه الساعه 1 ليلا الى الساعه 11 صباحا،
تقدر تدخل وتعبي البيانات. كيف حنعرفه انك حضرت او لا؟ حتلقى سؤال بسيط يخص كل محاضرة، اذا كنت حاضر هالمحاضرة هذه راح تجاوب على هذا السؤال، السؤال حناخذه من السبيكر طبعا. فتدخل تملأ الاسئلة البسيطة بحيث ان ندون حضورك، فكل يوم حيفتح من الساعة الواحدة ليلا الى الساعة الحادية العشر صباحا. الناس اللي مش مسجلة رسميا تقدر تسجل في هذا الرابط في نفس التوقيت اذا كنت حاب. اكملنا محاضره من محاضرات الاندو اليوم الاولى لثالث يوم معانا، وباذن الله معانا اربع محاضرات اخرى في 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 اخر اليوم حناخذها مع بعض. نحب نقرا الاسئله للدكتور، لو في اي زميل معه اسئله معانا وقت، لو في زميل عنده اي سؤال. سؤال دكتور، قالوا لك ليش غيرت اتجاه السن بعد ما رجعتها لفم المريض، بعد ما قلعتها ورجعتها ليش غيرت الاتجاه؟ حتى نسهل المانجمنت، لانه كان اوفر درولينج ديستالي، فالمانجمنت اوف ذس اوفر درولينج راح احوله من كلاس 2 الى كلاس 5، وراح يكون ابوف ذا جامب، سو راح يكون اقل ستريس بعد الفاينل ريستوريشن، وراح يكون اقل عرضه للكراك والفيرتيكال فراكتشر. واضح. السؤال يسأل نفسه، هل الام تي اي في حالة إعادة علاج العصب يكون تقدر تشتغل فيها أو صعب دكتور؟ هو مستحيل انك تشيل الام تي اي، بس احنا خلينا، انا ليش ركزت بالبداية وين نستعمل البايو اوبتوريشن؟ استيب بيفور بوتشرينج، يعني انت قبل لا تخضع التوث للمايكرو اوبتيكال سيرجري او للإكستراكشن راح نستخدم البايو اوبتوريشن، مو بكل الكيسز. هلا انا في بعض الاحيان استخدمها في كيسز معينه، لكن لا انصح اطباء الاسنان ان يستعملوها الا بالكيسز اللي هي تعتبر يعني تريتمنت مالتها بيفت كومبلكسيتي عاليه، ديفيكلت كيسز. الخطوه التاليه هي اما مايكروبيكال سيرجري او يا اما اكستراكشن، فبالتالي انا اجي استخدم هذا التكنيك لاطاله عمر السن سنين للامام مع هيلينج للبون وحياه سعيده للبيشنت، اقلل الموربيديتي اوف البيشنت. كلير. الزملاء يسألوا عن رابط دكاترة، رابط التسجيل لا يشتغل الآن، هو مقفول، فحنفتحوه، اتفقنا أنا وتيم التنظيم حنفتحوه الساعة الواحدة ليلا بإذن الله، لأن ضغط كبير من الناس، الناس مش قادرة تسجل. فمن الواحدة ليلا إلى الحادي العشر صباحا من كل ليلة تقدر تدخل تسجل المحاضرات اللي أنت فعليا كنت حاضر فيها بحيث أن ندونها عندها من الساعة الواحدة ليلا، هو نفس الرابط. دكتور في سؤال، هل في فرق بين MTA سيلر والبايو سيراميك سيلر؟ والله يا دكتور، هو الـ MTA سيلر كمسمى فيه مشكلة، يعتبر استخدام الـ MTA كسيلر ما وصلت الشركات إلى فورمولا جيدة كـ MTA سيلر. الـ MTA هو بالعادة يجي as a powder and liquid mixed، أن يستعمل كابوتي ماتيرا، تقدر نقدر أن نحن ما الفارق بينهم؟ بين ماذا وماذا؟ الـ MTA سيلر والبايو سيراميك سيلر الفارق موضوع جدا بسيط، اللي هو المؤثر الواش اوت. قبل شويه اكو احد الاطباء سالني عن الواش اوت، الام تي اي يحتاج وقت اطول كسيتنج تايم اكثر من البايو سيراميك، فبالتالي يكون عرضه للواش اوت. خاصه احنا جاي نتعامل اليوم مع كيسز وذ لارج ليجن، الليجن فيها فلوس، فممكن هذا الشيء يسبب لي واش اوت ويسبب لي لوس اوف ماتيريال. واضح دكتور. يوشي إلى اليوم يستعمل الام تي اي مادة جيدة، لكن هي difficult to manipulate، صعبة التعامل. تمام دكتور. طرق إزالة البايو سيراميك، بالله دكتور لحظة نبي ننبه عليه حاجة. الدكاترة لما قلت في خمسة أسئلة حتى توضع للمحاضرات يتوقعوا أنها أسئلة صعبة، أسئلة من أبسط ما يكون، معلومة خفيفة جدا يعني في المحاضرة، يعني إذا كنت حاضر المحاضرة مش حتحتاج، فهو مش سؤال، هو بس معلومة يعني تفيد أنك أنت كنت موجود. بس مثلا على سبيل المثال نقول لك الدكتور علي شن كان لابس نظارة أو مش لابس نظارة مثلا. دكتور طرق إزالة البايو سيراميك سيلر لو اضطرينا نزيلوه، هل صعوبة في إزالته؟ الستريت كنالز ممكن باستخدام الألتراسونيك، بس في الكيرف كنالز غير ممكن. لا نخطئ، يعني لا يجب أن لا نخطئ في هذه الكيسز. في كيسز السيرجري مثل الإمبلانت، في المايكرو أوبتيكال سيرجري، في البايو أوبتوريشن، ليس دائما الخطأ ممكن أن يتصلح، مو دائما الخطأ ممكن أن يتصلح، فهو تكنيك سنسيتيف يحتاج إلى إكسبيرينس، إلى براكتس أوتسايد أوف بيشنت ماوث قبل لا نبدي إنسايد بيشنت. اوكي في سؤال هنا دكتور، هل ممكن
نضع ال البايو سيراميك سيلر مع ال 3D اوبتوريشن او 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 ممكن هو ممكن ان يستعمل البايو سيراميك سيلر اللي هو يسموه موديفايد هيت تكنيك. يو نو اباوت دكتور نبراس تعرفه موديفايد هيت تكنيك باستخدام الهيت كادر السيستم بي بين والجيتا بيركا وال. بس هي المشكله هاي انه بالكيسز اللي عرضتها انا احتاج البايو سيراميك تو فيل اول ذا كان ما اي ضغط من الجيتا بيركا على البايو سيراميك. بس بالكيسز الديلي ورك ممكن عادي ليش لا سنجل كون او 3 دي اوبتوريشن افضل. سؤال هذا دكتور في احد الكيسات ذكرت انك ما تحتاج استخدام غير الصوديوم هايبوكلورايد بالاريجيشن في حال استخدام البايو سيراميك. استخدام الاي دي تي اي يعني ليش نستخدم الاي دي تي اي؟ نستخدم الاي دي تي اي لازاله السمير لاير. يعني حاليا السمير لاير الام تي اي يحتاجه to enhance bonding and to enhance كذلك حتى الهيلينج والهيلينج الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي اوف ام تي اي والبوندينج والدنتين تزداد ببقاء السمير لاير. ممكن تستخدم الام تي اي سوري الاي دي تي اي لثواني قليله وما اعرف سبب الاستعمال. انا بالنسبه لي اكتفي بالصوديوم هايبوكلورايد وللامانه هيتينج اوف انتراكانال صوديوم هايبوكلورايد يزيل جزء من السمير لاير كذلك. الفريدو ايوندولو عنده بيبر يتكلم فيها عن هذا الموضوع. اوكي السؤال دكتور في حاله استخدمنا الام تي اي باكينج الام تي اي ماذا عن درجه الحراره لما ناوي نكمل اوبتوريشن؟ خلي اعلى درجه حراره بال بالسيستم بي بين واحنا اونلي تاتش احنا ما نضغط ما يصير نضغط على البايو اوبتوريشن لانه اثناء الضغط ممكن نعمل بوش للماتيريال. تاتش فقط للسيرفيس حتى نعمل كريسب سيرفيس وذاتس. تمام سؤال دكتور البوتي تكون من الام تي اي ولا من البايو سيراميك سيلر؟ بايو سيراميك. بايو سيراميك. بايو سيراميك. يس يس واضح. طبعا دكتور احمد حميد البارحه يمكن دكتور نبراس صح؟ نعم دكتور احمد حميد البارحه استضافته صح؟ احمد حميد. عنده كيسز بايو اوبتوريشن بايو سيراميك سيلر وذ ام تي اي ونجحت ناجحه الحالات وبيها فولو اب جيد. اتكلم بالنيابه عنه طبعا وصديقي بس الله. انا بالنسبه لي استخدم السيلر والبوتي نفسه بايو سيراميك. جميل دكتور المدة بين قلع السن وإعادة إرجاعها كم أخذت من وقت؟ البيبرز تقول ما يصير تستغرق أكثر من 15 دقيقة بالمعدل فعشر دقائق fair enough بسرعة. we need هنا تحتاج ويا two hands of the dentist تحتاج معك four hands يعني two assistants حتى تتم هذا العمل بسرعة. فهمتك. نشوفه تمام سؤاله تمام نقرأ الأسئلة بس دكتور. في حال كان عندنا ليجن كبير دكتور هل نقدر نستخدم سينجل كون مع بايو سيراميك سيلر بالروت أو لا؟ لا يفضل حكيت عليها في البداية. أفضل هذا تفضيل شخصي it's not science based تفضيل شخصي. أفضل نكتفي فقط بالبايو سيراميك ماتيريال هو افضل يعتبر في حال لا سامح الله ما نجحت الحاله. يجي الدنتست يفتح مايكرو اوبيكال سيرجري مجرد يقطع جزء من الروت ويشيل الليجن وذاتس ات يكون اوريدي روت فيلد وذ بايو اوبتوريشن ماتيريال تو ميك ات ايزي. اوكي السؤال دكتور ليش ما غسلت السن بالصوديوم بعد الخلع؟ بصراحه ما عندنا ساينس بيست بيبر تتكلم على تاثير الصوديوم هايبوكلورايد على الاكسترنال سيمنتوم او على الاكسترنال روت ستراكشر فما احب دائما اخضع مراجعيني الى شيء فيه نسبه ضرر ممكن تصير. وبالاضافه الى انه احنا هنا التوث هو اوريدي ديستركتد متدمر اغلب الموجود هو سيمنتوم والبعض من الدنتين so انا راح اعتمد على الانتي بكتيريال اكتيفيتي اوف كالسيوم سيليكيت اللي هو اوريدي حتى الانتيكوكوس في كالست يقتلها فسفير انف بالنسبه لي كان انه استخدم الكالسيوم سيليكيت. جميل وبهذا نقول ختمنا هذه المحاضره. تحيه طيبه ليك زميلي العزيز ولكل جمهورنا واهلنا وناسنا في العراق وتحيه لكل المشاهدين اللي معانا طول فتره البث. شكرا لك على المحاضرة الأكثر من رائعة وبإذن الله نلقاكم بعد ساعة في محاضرة أخرى
تتكلم لنا على جزء من أجزاء علاج العصب. الناس اللي تسأل على رابط التسجيل نكرره كذلك، رابط التسجيل حيفتح كل ليلة ليلا من الساعة 1 إلى الساعة 11 صباحا. إذا كنت حضرت المحاضرات تقدر تدخل تملأ الخانات بحيث أن نعرفوا أنك حضرت معنا المحاضرات، والناس اللي ما سجلتش رسميا تقدر تسجل في هذا الوقت. دكاترتنا اعذرونا على الانضباطات هذه اللي عملناها بس من اجل الريالابيليتي والمصداقيه في اعطاء الشهاده للناس اللي فعليا حضرت المحاضره، وما نحبوش ان الامور تكون يعني عشوائيه واربراتوري. فمساكم الله بكل خير، وشكرا للمجهودات الطيبه من الناس الطيبه اللي حضرت معنا في كل وقت. تحيه كبيره لك دكتور، جزاك الله كل خير، وان شاء الله تكون في ميزان دكتور. طلب من المشاهدين ان المحاضره تبقى مبثوثة. أنت تعرف أن هناك بعض الزملاء امتنع عن المحاضرة تبقى مبثوثة، وطبعا هذا ليك كامل الأحقية والصلاحية، يعني ما حكيتش معك بالخصوص. فهل تحبها عاد تبقى مبثوثة ولا؟ هذا إن شاء الله تبقى مبثوثة وإن شاء الله استفادوا منها. نسأل المشاهدين شو رأيكم في الإحراج اللي أصبحت نحرج في السبيكرز به، ما نسألش فيهم في البرايفت في العام. فحسب طريقة جيدة دكتور علي والله. أحسن. لو في حاجة أبعت لي على البرايفت ونمسحها ماشي. لا 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 خلي يكون استفادوا من هذا إن شاء الله. رأيكم نستعملوا هالطريقة مع نجوم ستايلي كليانو ومع كل النجوم نحرجوهم في البث في نهاية البث؟ شنو رأيك دكتور؟ الناس تطلب فيه والله، الناس طلبت دكتور علي مش أنا طلبت على فكرة. لا لا إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب كل حرف يا دكتور في ميزان حسناتك ماشي وموفق يا رب. والله لا نقصد الإحراج بالطلب، إنما كلش عادي كلش عادي جدا دكتوري. شكرا وإن شاء الله يا رب في ميزان حسناتك. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله. موفقين دكاترتنا، شيروا لنا البث يصل لأكبر عدد من الناس. نترككم في ساعة راحة بإذن الله، ونلتقي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر. ما تفوتوش محاضرات اليوم، معنا ضيوف ثقيلة وكل ضيف واخذ موضوع ثقيل، فنصيحتي إن ما تضيعوش ولا محاضرة، ونلقاكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله، موفقين جميعا. السلام.